هاي، هذا الفيديو غير عن كل الفيديوز اللي بعملهن بالعادة. صار لي فترة عم بفكر اعمل هالفيديو. It's something personal، بس قررت اشاركه فيه. شي مو سهل ابدا، بتمنى تتفهموني. ما كنت فكر يكون هالقد صعب، بس هذا الفيديو حيكون عن شيل الحجاب. I can't. I'm so emotional. تخيلوا عن جد ضحكت عليكم. You're not gonna see this crazy hair today. لأنه أنا مش رح أشيل الحجاب. طبعاً هذا الفيديو كتبت عنوانه هيك عشان كل الناس اللي بتفكر إنها تشيل الحجاب تفتح الفيديو. إيه حكس الكاسة. تفتح الفيديو وتشوفه وتشوفني عم بحكي لكم إنه لا، ما حشيل الحجاب. حنبلش الفيديو ورح أحكي لكم كل قصتي مع الحجاب، إذا بفكر أشيله أو لا، كيف تحجبت. بس قبل ما نبلش الفيديو رح احط الانترو تبع اليوتيوب تبعي. بدي اياكم تركزوا بس بكمية الاشياء اللي عملتها بالانترو هاي، كليبس بس من حياتي كلياتها كيف بحجاب. Let's go. حسيت انه لازم ينعمل لانه ما حدا عم يعمل هيك شيء. كل الناس اللي بتطلع تحكي عن الحجاب بتطلع تحكي انها شالته. هو خيار شخصي بالاخير، اكيد كل حدا عنده اسبابه. انا شخصيا مو كتير مقتنعة بالحجاب لاني ما حطيته عن قناعة، ما حطيته وانا فكرت والله انا بدي اتحجب انا حابة هالشي. لا، انا حطيته بالصدفة وكان يعني انضحك علي شوي لانه انا صغيرة، فيكو تقولوا كنت كتير سمينة، كنت دبل ماي سايز هلأ. فأهلي حكولي انت كتير سمينة لازم تتحجبي عشان تيابك تكون مسترة وهيك، لأني عرفتوا. فتحجبت، قالولي إذا نحفتي شيلين. تحجبت ونحفت شي 25 كيلو. بعدين لما اجيت أشيله استوعبت إنه ما عاد ينشال، إنه صعب الواحد يشيله بعد ما كل الناس باركت له على الحجاب، بعد ما كل الناس صارت تشوفه محجب، بعد ما إجا هدايا صارت الناس تشوفه بطريقة تانية، فصار صعب الرجعة. ما عرفت أشيله وكرهته لفترة. لهلأ أنا ما فيني أقولكم أني بحبه أو بكرهه، هلأ عادي تعودت عليه صراحة، بس بحس it's all in your head. يعني كلنا بتخطر ببالنا فكرة أنه نشيله، ما في واحدة محجبة ما بخطر ببالها تشيله، لأنه في كتير مغريات بالحياة، في كتير لبس حلو، في كتير ستايلات شعر حلوة ما بنقدر نعملها. بس it's up to you تضعتوا باور لهالفكرة أو لا. لو بدكم تضلوا تفكروا فيها ليل نهار رح تزبط. لو تضلوا تفكروا ليل نهار انه انا لازم اشيله، انا مو مرتاحة، انا مضايقة، انا ابصر شو، حتكبر الفكرة براسكو، دماغكو رح يعطيها قوة فحتكبرها، فرح بالاخير تتطبق على حياتكو. زي ما لو اعطيتوا قوة لافكار تانية ممكن تفيدكو، افكار مثل انه لا انا عادي انا مرتاحة فيه، طبيعي يخطر ببالي هيك. انا شغله من الاشياء اللي خلتني افتح الانستغرام تبعي اعمله ببليك هي الحجاب. رح تستغربوا كيف كنت عم بتحدى حالي انه رح اقدر انا اعمل بلاتفورم الي والناس تتابعني وانا محجبه من دون ما اكون واو بلبسي، من دون ما اكون واو بشعري وبستايلات وبمكياجي. طبعا كل حدا بيعرف قد ايه الشعر بحلي.
انه اقدر انا ابني الشغل اللي انا نفسي فيه، ابني الصفحه والبلاتفورم والناس اللي انا بدي اياه من دون ما اشيله. ما بعرف اذا كان رح يزبط معي او لا، بوقتها فكرت قلت حجرب ورح اشوف، واللي صار انه زبط. انا هون بهذا الفيديو عشان احكي لكم انه بيزبط معاكم اي شيء وانتم محجبين، ما بيمنعكم من شيء. بسافر، بتصور، بطلع، ما خليت محل ما رحته، ما خليت اي شيء بنفسي ما عملته، كل شيء بدي اياه عملته. حتى السباحه اللي هي اغلب الناس بتستصعبها بالحجاب ما بفرق معي، بنزل بسبح حتى لو بوعيه، حتى لو بكنزه سوداء وبنطلون اسود، مهم انا اكون مبسوطه. اذا انتم بتحطوا الليميتيشنز لحالكم انتم حطيتوها مو الحجاب. انا دليل حي على انه الحجاب ما بيمنعكم من شيء. الاشياء اللي بيأثرها الحجاب عن جد على حياه البنت انه بخلي الناس تتعامل معاها باحترام اكثر، ما بيتمادوا بتعامل معاها، ما بيتمادوا انه ياخذوا وجه عليها، ما حدا بيقدر يلمسها الا اذا هي يعني سلمت بيسلموا عليها، اذا هي ما سلمت ما حدا حتى بيسترجي يسلم. قد ايه بيعطوا هيبه للبنت، قد ايه بيعطوها هيك قيمه اكثر. في كثير ناس ما بيعجبها حجابي، اي دونت كير، المهم انا مرتاحه، عرفتوا كيف؟ في ناس بتشوف التربن لما احط تربن انه هذا مش حجاب، صح الحجاب هو شكله زي هيك، بس اذا انا مرتاحه بفكره الحجاب، اذا بغير شكله او اذا بغير لونه هالشي بخليني مرتاحه واضل محجبه، خليني اعمل هيك، ليش انتم متضايقين؟ عرفتوا؟ احسن ما اروح اشيله، احسن ما هو من كتر ما الواحد بيضغط على حاله والناس تضغط عليه بيروح بشيله بفتك. شغله كمان، ما تضغطوا على الناس اللي انتم متابعينه، يعني لما تشوفوا وحده في شيء مش ضابط عملته قولي لها الله يهديكي، انصحوها بمسج، ما تضايقوها بالحكي، لانه لما تضايقوها انتم عم تدفشوها على الشيء اللي انتم زعلانين منه عليه. anyway شغله كمان ممكن تساعدكم، بتساعدني انا شخصيا انه ما افكر كثير اشيل الحجاب، اللي هي اني ما بتابع كثير ناس مش محجبه. صح it doesn't sound good، بس اول شيء انا على الانستغرام بفوت بنزل البوست تبعي اللي لازم انزله بطلع، ما كثير بشوف ولا بتابع ناس ولا بقعد ساعات الفلف بحياه الناس، انه بطبيعتنا بنصير نقارن، بطبيعتنا بنصير نطلع اشياء ناقصه عنا، مع انه هن بيكون عندهم اشياء ناقصه موجوده عندنا، مخنا دائما بيركز على النواقص. لهيك انا بس افتح الانستغرام بنزل الشيء اللي انا بدي انزله بطلع. غير هيك لما افتح واكون زهقانه وعن جد الفلف بالانستغرام ما بحط كثير ناس انا ما بدي اخذ من افكارهم، لانه باخذ من افكارهم غصب عني. اي حدا بيتابع ناس شوي شوي بيصير مثل من دون ما يحس، لانه هاي برمجه، مخكو عم بتبرمج من دون ما تحسوا. دقيقه، الو. شغله كنت كثير اسمعها من قبل لما كنت بدي اسجل جامعه، انا كان بدي اسجل ميديا وكان كل حدا بس احكي له يسكت وبعدين يحكي لي ما بدنا نحبتك بس يعني كيف وانتي محجبه، اقول لهم لا يعني عادي، فيحكوا لي لا انت شايفه حدا مثلا معروف وناجح بشغل فيه ميديا ومحجب. هذا الحكي كان زمان، هذا الحكي كان شيء 2011 انا تخرجت من المدرسه، يمكن 2011 ايه، فهذا الحكي كان زمان، كان لسه السوشيال ميديا مش كتير، اليوتيوب مش كتير. المهم فانا اصفن، عن جد ما الاقي حدا انه ناجح واو بشغل فيه ميديا وهو محجب. فرديت على هدول الناس وفعلا رحت سجلت نيوتريشن، وانا ابدا مش مهتمه بنيوتريشن، بالعكس تخرجت حطيت الشهاده على جنب وضليت مصره اشتغل باللي انا حاببته. قلت اذا ما زبط خلص بدور على شغل بنيوتريشن، عرفتوا كيف؟ قعدت اشتغل على بروفايلاتي وعلى ماي بزنس، كان عندي بروفايل البزنس قبل ما افتح بروفايلي انا، فبلش يكبر عن جد، فقررت اركز عليه لحتى اشوف وين بده يصير، اشوف اذا انا رح اقدر اوصل لشوي من الاشياء اللي بدي اياها وانا محجبه، ولا حكي الناس صح اني ما حقدر او الناس مش مهتمه شو بدها تتابع فيي وانا ما مبين مني غير وشي. هيك كنت احس اوكي، بس هيا زبط. يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الاشياء اللي انا حققتها اكثر من الاشياء اللي كنت انا بتخيلها،
اكثر من الاشياء اللي بدي اياها. الحمد لله انا كنت بفكر مثلكو بيوم من الايام اني مش حاببته وانه رح كتير ياثر على حياتي وانه كتير رح انحرم من شغلات. هذا الحكي كله طلع مش صح، مش صح. شفتوني انتو، ما في شيء انا بنفسي ما عملته. يمكن بقول انه يمكن لاني محجبه الله وفقني هالقد، يمكن لاني مثلا ما بتمنى الشر لحدا، ما بحقد، ما بحسد اذا شفت حدا عنده شيء انا ما عندي اياه، يمكن لاني حاطه ماي ايفورت بحالي، مركزه بحالي بدل ما اركز بحياه الناس. يمكن كومبينيشن من كل هالاشياء اللي خلتني احقق اشياء بسرعه. بس انا عم بحكي لكم شغلات لحتى تستفيدوا منها ولحتى تاخذوا البوينت تبعي. ركزوا بحالكم، ما تحطوا ليميتيشنز لحالكم عشان the way you dress. انتوا اللي عم تحطوا اعذار، زيكم زي اللي بده يروح على الجيم بس بيتحجج. انتوا عم تتحججوا لما تروحوا على حياتكم، ما تروحوا على your maximum limits بس لانه انتوا لابسين غير عادي. فاللي انا فتحت هالفيديو لاحكي هو انه مو يعني اذا خطر ببالكم تشيلوه يعني انتو ناس مو مرتاحين بحياتكم من الحجاب، مو يعني اذا شغلة ما زبطت معاك وتحطوا الحق على الحجاب، او اذا شغلة ما عرفتوا تعملوها تحطوا الحق على قطعة قماش. حطوا الحق على حالكم. هاي قطعة قماش ما فيها توقفكم اذا جعبالكم تروحوا تسبحوا، ما فيها توقفكم اذا جعبالكم تروحوا تنبسطوا تطلعوا مشاوير تلبسوا اشياء ملونة، ما فيها توقفكم. انتم بتوقفوا حالكم. الله يثبتني، الله يثبتكم ويهدينا كلنا. وبالاخير زي ما قلت لكم be careful who are you following، مين عم بتتابعوا، لانه الناس عم بتأثر عليكم من دون ما تعرفوا. بتصيروا حتى مفردات تستخدموها من دون ما تعرفوا. ركزوا بحكي رح تلاقوا حكي صح، ركزوا بحكيكم رح تلاقوا كلمات اخذتوها من مشاهير انتم بتحبوهن ومتابعينهن على السوشيال ميديا. هذا الشيء اللي عم بحكيكم اياه حقيقي. هلا بعد هالفيديو بدي اياكم تروحوا على الفولوينج ليست تبعونكم، اعملوا انفولو لاي حدا ما بتحسوا بتشوفوا بدكم تصيروا مثله. نظفوا الفولوينج ليست اللي عندكم. هذا الشيء رح شوي شوي ياثر على تفكيركم وشوي شوي ياثر على حياتكم كمان. اتمنى اذا عجبكم حكي لهالفيديو تحطوا لي لايك سبسكرايب وتعملوا فولو على الانستغرام لحتى تشوفوا ستايلات اكثر للحجاب للتربنز للشيال لكل شيء انا بعمله. وان شاء الله في فيديوهات اكثر واكثر رح تيجي عن قريب. لسه بدي اخذكم جوله بالبيت بس لسه ما خلصته، بعدين لي غرفتين لسه ما رتبتن ولسه ما جبت الفرنتشر اللي بدي اياه لالن لانه لسه ما وصل. فان شاء الله اول ما اخلص هذلك الغرفتين بعمل لكم جوله بالبيت لانه كثير ناس طلبوها. غير هيك بحبكم كثير، ستي سيف، المهم انتم تكونوا مبسوطين ومرتاحين. بحبكم كلكم. اي اسئله عندكم اياها اكتبوا لي اياها بالكومنتس او ابعثوا لي اياها على الانستغرام.